السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ندخل في الدرس الأول من كتاب ديني حياتي للصف الثالث الفصل الدراسي الثاني. عندنا سورة الانشقاق، طبعا هذه هي الوحدة الرابعة. ما الترتيب أو ما ترتيب سورة الانشقاق في المصحف الشريف؟ هي 84 من سور المصحف الشريف. لما سميت بسورة الانشقاق؟ طبعا لأن أول كلمة فيها هي أو في الآية الأولى عندنا وإذا السماء انشقت، فأخذت الانشقاق من كلمة انشقت. أيضا عندنا هنا اكتب الكلمات بالرسم العثماني. طبعا عندنا هنا تكون طريقة الرسم العثماني هكذا: يا أيها. عندنا هنا الإنسان تكون بهذا الشكل، أما بالرسم الإملائي تكون هكذا الإنسان. عندنا هنا فملاقيه، الرسم الإملائي تكون بهذه الطريقة، أما بالرسم العثماني فتكون بهذه الطريقة فملاقي. عندنا هنا كتابه، أيضا عندنا هنا تكون بهذه الطريقة. الآن ننتقل إلى هنا العمود الأول مع العمود الثاني بما يناسبه. وأذنت اللي هي خضعت، وحقت بسطت، مدت عفوا هنا حقت اللي هي طاعت، طاعت مدت بسطت ثبورا هلاك يحور يرجع طبقا حالا يوعون يخبئون. الآن ننتقل في حل الأسئلة. من هم أصحاب اليمين؟ هم المؤمنين. لماذا يعطي الكفار كتابه من وراء ظهره؟ يعطي الكفار كتابه بشماله من وراء ظهره بأن تخلع أو يدخل من صدره لكي يدخل من صدره. ماذا نفعل نكون من أصحاب اليمين؟ أن نعمل طبعا الأعمال الصالحة، نعمل الأعمال الصالحة. أن حياة الإنسان تتغير من حال إلى حال بأمر الله تعالى، بأمر الله تعالى. الآن نتأمل الرسومات ونكتب التلالة عليها. هنا نكتب والقمر إذا اتسق، والليل وما وسق، فلا أقسم بالشفق. هناك يوم آخر ينتهي فيه نظام الكون. دليل أو عفوا الدنيا دار عمل والآخرة دار ماذا؟ جزاء.
الآن ننتقل إلى هنا. وردت في الآية السابقة جملة من الصفات، على من تنطبق هذه الصفات؟ تنطبق طبعا على الكفار. ما دلالة هذه العلامة في القرآن الكريم؟ طبعا تدل على وجود سجدة. ما واجبك اتجاه القرآن الكريم؟ طبعا الإيمان به وتلاوته وتعلمه واحترامه وتوقيره. أين تجد ذلك في سورة الانشقاق اللي هو النعيم أهل الجنة؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة، لهم أجر غير ممنون. عندنا هنا فملاقيه مد طبيعي، لتركبن الغنة، يدعو مد طبيعي، إنه هنا أيضا الغنة. هذا هو ملخص الدرس لسورة الانشقاق. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الثالث لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو، وشكرا لكم.